نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة وعدد من المتهمين، ووزارة الخارجية تؤكد أن القوانين سارية على الجميع مع توفير كافة الضمانات اللازمة. وصول أكثر من 5000 سائح إلى ميناء حلق الواد صباح اليوم في أولى الرحلات السياحية من بين 45 رحلة مبرمجة خلال هذا الموسم. الليلة رصد هلال عيد الفطر، والعائلات التونسية تواصل اقتناء ما يلزمها للاحتفال بهذه المناسبة رغم ارتفاع الأسعار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والموقوفين في ذات القضية على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة إلى جانب 12 متهما. وأوضح المحامي سمير ديلو أن قرارات الإيداع تمت وفقا للفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية. النهضة راشد الغنوشي والموقوفين في نفس القضية يوسف النوري وأحمد المشرقي إلى جانب 12 متهما أصدرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم. هذا ما أكده المحامي سمير ديلو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بيّن خلاله أن من بين المتهمين في هذه القضية 5 في حالة صراحة، وهم بالقاسم أحسن ومحمد الجوماني وعبد الله الصخيري ومحمد شنيبة وموافق الكعبي، وأربعة في حالة فرار وهم ماهر زيد ورفيق عبد السلام ومحمد الصمتي ومقداد الماجري. وانتقد ديلو قرارات الإيداع معتبرا أنها كانت جاهزة تماما، مبينا أن الإحالة تمت وفقا للفصلين 72 و 68 من المجلة الجزائية، وهو ما ذهبت إليه كذلك حركة النهضة في بيان أصدرته أمس انتقدت خلاله ما أسمته بالقرار الظالم والسياسي بامتياز، معتبرة أن مضمون مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيها أي دعوة للتحريض ولا يمس البتة من السلم الأهلية، وأن الاتهام تعمد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف. وفي بيان صادر عنها طالبت جبهة الخلاص بإطلاق سراح رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وكافة الموقوفين، معتبرة أن إيقاف الغنوشي ورفاقه يأتي في سياق حملة طالت أكثر من 20 شخصية معارضة بتهم وصفتها بالباطلة. وفي إفادة قدمها العميد حسام الدين جباب للناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في وقت سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد جباب لي أن التهمة تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب. وعلى إثر التصريحات والبيانات التي تم نشرها من قبل بعض شركاء تونس وعلى خلفية إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها أن تونس التي تحترم بشكل تام من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تذكر الذين قالت إنهم لم يعبروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة بأن أن قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حد سواء ودون تمييز مع توفير كافة الضمانات اللازمة، وأن العدالة تمارس برصانة دون تأثر بموجة التعليقات غير المقبولة. وشددت الخارجية التونسية في ذات البيان على أن مثل هذه التصريحات من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتسم بهما العقد الماضي ومن جر عنهما من تداعيات ما يزال التونسيون يتحملون تبعاتها حسب ما جاء في نص البيان. وصلت الرحلة السياحية الأولى صباح اليوم على متن باخرة MSC إلى ميناء حلق الواد وتضم 5500 سائح. وأكد المدير العام لميناء حلق الواد والرحلات السياحية سامي دبيش أن أغلب سياح هذه الرحلة يحملون جنسيات إسبانية وفرنسية وإيطالية، وتأتي أولى الرحلات السياحية الترفيهية هذا الموسم من ضمن 45 رحلة مبرمجة.
أول نهار في السيزون الثانية نحن استرجعنا البواخر وسفن عام ناول بعد 7 سنين اللي ما جاوش البواخر الهوني. بواخرة فيها 5500 سايح، جنسيات الأكثر جنسيات هي الجنسية الإيطالية الفرنسية والإسبانية مع شوية أمريكان شوية جابونيشي وعندك مخلطة من النواحي الكل. أما شاب توتاوا عنا اليوم ثبت مع لاجونس مع الريسبتيف ثم 2000 سايح خذوا دي زيكسيورسيون ديجا ابور دونك ملامسي دونك عندهم كارتاج سيدي بوسعيد المدينه باردو مالوغوزمون الناس كل تسال عليه مي مازال ما ثم في حد شيء جديد دونك ثم دي زيكسيورسيون دون دومي جورني ودي زيكسيورسيون دون جورني اونتيير. الاسبوع هذا نهار الخميس عندنا ام اس اي، نهار الاربعاء الجاي عندنا باتو امريكان كبير، ونهار الخميس الجاي عندنا دو باتو او ميم طون. معناها في الاسبوع هذا عندنا حوالي ما بين 12 و 15000 سايح في ظرف اسبوع. من المنتظر أن تتم عملية رصد هلال شهر شوال بعد غروب شمس هذا اليوم، على أن تبقى الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها الإعلان عن الأشهر الهجرية هو مفتي الجمهورية. أما علميا وحسب الحسابات الفلكية فقد أفادت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم أنه بالإمكان رؤية الهلال بالتلسكوب ليلة التحري واستحالة رؤيته بالعين المجردة، مضيفة أن رؤية الهلال ممكنة في شمال وغرب القارة الإفريقية وجنوب وشمال ووسط القارة الأمريكية بالتلسكوب. بالنسبة لتونس إذن احنا نعتمد الرؤية والاستئناس بالحساب. بالنسبة للحسابات الفلكية هي حسابات دقيقة جدا، مع العلم وأنه اليوم 20 أفريل يعني صار كسوف كلي للشمس، ومثلا في اندونيسيا يعني شاهدوا القمر قدام الشمس يعني عند يعني الكسوف الكلي للشمس، وصار هذا الساعة 5:12 تقريبا. يعني بالنسبة لتونس فإنه القمر يعني بالنسبة للقمر يغيب نصف ساعة بعد غروب الشمس، ولهذا هي يعني فترة مهمة اللي نجم تمكننا من مشاهدة خاصة من خلال التلسكوب، ولابد فما معطيات معينة اللي باش نشاهدوا القمر أو هلال أو الشهر. أعلن البريد التونسي اليوم فتح 64 مكتبا بريديا موزعة على مختلف جهات الجمهورية يوم الجمعة 21 من أفريل 2023، إذا وافق يوم السبت 23 من أفريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك. وستفتح مكاتب البريد أبوابها وفق بلاغ صادر عنه بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات المالية وتمكين المواطنين من قضاء شؤونهم في أحسن الظروف بمناسبة عطلة عيد الفطر. خلال شهر رمضان يكثر العمل التطوعي لتقديم وجبات إفطار متوازنة لعدد من العائلات المعوزة والأسلاك العاملة أثناء الإفطار، وهو ما عمل على القيام به الهلال الأحمر التونسي وعدد من المتداخلين. خالية من متطوعي الهلال الأحمر التونسي بمدنينا ونشطاء النوادي المدرسية بالمعهد النموذجية وعملة المطعم المعهد النموذجي يعدون مأدبة إفطار جماعية يستفيد منها أكثر من 1200 شخص. أمنتها الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية مدنينا بالتعاون مع عدة متدخلين. باش نكون عندنا توزيع على الدولات الامنيه، باش نقوموا بتوزيع المخيمات لمراكز الايواء لكل المهاجرين واللاجئين، وكما قلت لك على طريق السياره بالنسبه للعابري السبيل والمرضى بمستشفى مدين والاطار الطبي والشبه الطبي تقريبا وبعض العائلات المعوزه. الناس كل بسير الناس كل باش تستغل الناس اللي تخدموا الناس اللي في المستشفى الجوي مدين اللاجئين. ما ميز هذه وجبة الإفطار الجماعية عملية إيصالها إلى المستفيدين منها على عين المكان، وهي مختلف الأسلاك العاملة وقت الإفطار من مدنيين وأمنيين ومقيمين بمراكز الإيواء. ديجا مش غريب علينا في ليسي بيلوت أن نعمل الأنشطة في المدة الأخرى متاع رمضان،
عملنا ياسر أنشطة في الليسي، واليوم هنا مع الهلال الأحمر باش نعملوا موائد إفطار للناس الصايمة. ما فيها بيت كانك الواحد كي يفضى، مثلا أني تو حاضرة باسمي متطوعة وكتلميذة كذلك، كملت قرايتي جيت باش نعاون باللي نقدر في الحملة هذه، تمثل في أعداد 200 وجبة سيتم توزيعها معناها كتتوا على الأمنيين، على إطارات متاع السبيطار، على كذلك ثم سيارة باش توزع وجبات لعابري السبيل وعائلات معوزة. مائدة إفطار مميزة بمحتوياتها وبعدد متطوعيها ومتبرعيها، من المنتظر أن تتجدد كل عام وخاصة في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم. وفي مدنين أيضا، فإن ارتفاع أسعار بعض المنتجات يرتبط أساسا بموعد اقتراب عيد الفطر المبارك. حركية مكثفة تشهدها أسواق مدينة المدينة على مختلف المواد، خاصة منها منتوجات المكسرات والحلويات المعروفة بالزرارع، فهي تعد عادة استهلاكية في عيد الفطر، توزع على صغار وتؤخذ في المناسبات، إلا أن ارتفاع أسعارها حد من الإقبال عليها بالشكل المعهود. الزرارع سنين 7000 وثم 10 وثم 9 ثم راهي غالية. كل شيء غالي، كل شيء غالي. حس الحمص والحلوى تو هاك ب 9500 او ب 7500 او هنا ب 7000، معناها الدنيا كلها غالي، ما عندناش حاجه رخيصه. معناها اللي عنده كان ياخذ في كيلو واللي عام داخل ياخذ رطل لا ما شريت حتى شيء بنتي، الدنيا غالي بطلت، خذت خضاره وشوي مني منها وبطلت بنتي. غلاء كل المنتوجات ومحدوديه القدره الشرائيه هو كل ما تسمعه من المواطنين الذين يجدون انفسهم مرغمين امام رغبات اطفالهم، والتجار أكدوا وجود الإقبال من الأولياء كل حسب ميزانيته. أسعار برجولين نشوف فيها ياسر 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 برشي في الدبش، في كل شيء ما عيش غلط والله. مرة اللي فاتت الدبش قريب 100,000 للطفلة فهمني، وما زال فهمني. جاري عنده أربع صغار مسكين 500,000 560 دينار. أيامات هذه فما شوية حركية مرة في السوق، قاعدة يدور الصغار والكبار. ملاحظاني تحسها فما شوية نقص في نقولوا احنا في المقدرة الشرائية، الحاجات الغالية ما عادش هكا اللي ماشي ياسر. نقولوا احنا الولي طرد هكا الحاجة رخيصة تاع 5 10 الجو هكا، يعني الأكثرية هكاك، وفما زاد اللي يشري الحاجة الكبيرة مرة. عيد الفطر مناسبة يكون فيها النصيب الأوفر، إدخال الفرحة على الصغار، والأيام المتبقية من هذا الشهر يحاول فيها الجميع توفير مستلزمات العيدية من حلويات وألعاب وألبسة للأطفال. ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزدهر نشاط حرفي الجلود والأحذية التقليدية المنتصبين بمدينة المنستيرة، وتمثل هذه المناسبة فرصة لترويج منتوجاتهم. أحذية مطرزة معروضة صنعتها أيادي الحرفية ريم لجنف المتخصصة في صناعة الأحذية النسائية التقليدية بورشتها الكائنة بالقرية الحرفية بخزر في مدينة سوسة. تحصل على شهادة في التكوين المهني في جلود والأحذية، تحصل على وصل حرفي من الديوان الوطني للصناعات التقليدية. من اللي أنا صغيرة مغرومة بالصناعات التقليدية، قبل كان كنصلعوا تاخذ لنا أمي القرقيف ونقعدوا نطرزوا، قعدت كل الغرام هذاك اللي كبرت به، ومن بعد اختصيت في حالية الورشة هذه بمساعدة أمي، هي اللي دعمتني وشجعتني وقفت معايا، ومعايا راجلي في نفس الحرفة معناها يخدم معايا ويشجع فيا، ومخدمة معايا 4 حرفيين أخرين أكثريتو نخدموا في الصيف بحكم أني مربوطة بالعرايس وبالجلوة، سبوات يمشوا في الجلوة يمشوا في الحضارة يحبوهم برشا، ولا في الأعياد كما هكا ليلة 27 ياخذوهم باش يحضروا بهم يهزوهم كموسم يمشيوا به. 20 سنة نخدم طرازة، مشكلتنا عن الماتير متاعنا غلات، عندك العدس مثلا كنا نشريو فيه ب 50 توصل حتى ل 120 ومفقود، عندنا الكونتيل كان من 200 ولا وصل حتى ل 450. غير بعيد عن هذه الورشة ينكب الحرفي عمر الجبسي على تصنيع أحذية صحية من جلود المعز والأنعام بكثير من التفنن والاقتدار. من عام 75 نخدم في الصناعة التقليدية وفي الأحذية الطبية زادة، خدمت 20 عام في الجمعية القاصرين عن الحركة العضوية ومتعدد الإعاقات، كونت جيل كامل ما شاء الله من الاحتياجات الخصوصية، وتو عندي حانوتي نخدم وحدي ونتعامل مع حرفاء يجيبوا لي لوجه مطرز وانا نكمل الباقي كله كي وحدي. بالنسبه للخدمه يعني اللي مختص فيها اكثر حاجه هي الاحذيه الطبيه، فما اقبال
فهمتني. وبالنسبه للصناعات التقليديه على حسب المواسم بكا هو نخدم فيهم. في الاختصاص السكاجه والاحذيه التقليديه تقريبا 300 حرفي وحرفيه يتعطوا النشاط هذا موزعين على كامل ولايه سوسه. الاختصاص هذا يزدهر في النصف الثاني من شهر رمضان وفي الحقيقه في موسم الاعراس. نحاولوا باش نعاون الحرفيين احنا من خلال مزيد تعريب المنتوج نتاعهم، مزيد تشريكهم في التظاهرات والمعارس سواء كان على الصعيد الجهوي او الصعيد الوطني او كذلك على الصعيد الدولي. حركية تجارية تشهدها مغازات مدينة سوسة وإقبال على الأحذية المصنعة، يأمل الحرفيون أن يكون لهم أيضا نصيبهم من المبيعات بمناسبة عيد الفطر المبارك. نشر الثقافة البيئية لدى الأطفال وتعزيز الوعي مثل محور حملة تحسيسية بمدرسة الأسوار بالقيروان بمساهمة عدد من المجتمع المدني. نشر الثقافة البيئية لدى الأطفال وهم يلعبون وتعزيز الوعي بأضرار النفايات الخفيفة والمتناثرة مثل محور حملة تحسيسية بمدرسة الأسوار بمدينة القيروان تضمنت جملة من الأنشطة والألعاب والورشات بمساهمة منظمات المجتمع المدني. طبعا هذه نشاط في إطار متابعة زيارة السيدة وزيرة البيئة لمختلف المنشآت ومؤسسات القيران، ومن بينها برمجت هذه الزيارة اليوم. تعرفوا أن العمل البيئي والنشاط البيئي في المؤسسات التربوية عناية خاصة، خاصة من خلال أحداث نوادي البيئة وكذلك أيضا التظاهرات البيئية اللي بالضرورة تنبه التلميذ ودرب على كيفية المحافظة على البيئة. ونعرفوا أن من أكبر التحديات توا كيفاش المجتمع التونسي والمجتمع عموما في العالم ككل كيفاش نجم يحافظ على بيئة سليمة من أجل حياة أفضل. ويلزمنا نحافظوا على بيئتنا وما نمسخوش الدنيا. نحافظوا على بيئتنا على خاطر ما نجموش نصلحوا الماضي، نجموا نغيروا المستقبل. احنا نلعبوا تعلمنا الصحة وتعلمنا النظافة. النظافة باش نحافظوا عليه وخليه نظيفة باش معناه نجموا نعيشوا فيه. وزيرة البيئة التي واكبت خلال زيارتها هذه الأنشطة حثت بالمناسبة أصحاب المخابز والمواطنين على القطع مع استعمال الأكياس البلاستيكية الملوثة للبيئة واستعمال الأكياس القماشية للحد من أضرار النفايات الخفيفة والمتناثرة في المحيط. أنتم تعرفوا اللي فما قرار هو صدر في 2020 يمنع الأكياس البلاستيكية لاستعمال الواحد، واللي هو تطبق بصفة معناتها آلية في السوبر مارشي وفي الفارماسي. أخيرا معناتها عمناول ديجا وضحنا اللي هذا راهو يلزمه يتطبق. الدورة التحسيسية متواصلة في كامل تراب الجمهورية وقيروان معناتها مساهمة فيها. وأشرفت الوزيرة على هامش هذه الزيارة على توزيع 1000 كيس قماشي صديق للبيئة أمام عدد من المخابز بمدينة القيروان. على خلفية التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها على الرغم من إعلان طرفي الصراع في السودان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن هدنة جديدة لمدة 24 ساعة من المفترض أن تستمر إلى مساء هذا اليوم. تواصل وبعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ سماع أصوات الرصاص والاشتباكات المسلحة في الخرطوم، إذ أفادت تقارير بإطلاق النار بكثافة من جديد اليوم وسط العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى. وفي خضم المعارك الدائرة في السودان والتي حالت دون وصول مصابين إلى المستشفى في ظل إطلاق النار، حثت منظمة الصحة العالمية طرفي الصراع في السودان اليوم على وقف المعارك للسماح للأشخاص بالحصول على الرعاية الطبية عند الحاجة وفتح ممر إنساني للعاملين في مجال الصحة. ما لا يقل عن 78 شخصا قتلوا في حادث تدافع بالعاصمة صنعاء عندما تجمع المئات في مدرسة لتلقي مساعدات مالية وفق مصادر إعلامية يمنية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين في بيان أن التدافع وقع خلال توزيع بعض التجار لمساعدة مالية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مضيفا أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.
تتواصل المعارك على الأراضي الأوكرانية، خاصة على جبهة بخموت وعدد من المناطق في دونيتسك. تطورات ميدانية تأتي مع إعلان كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا. على عدة جبهات تتواصل المعارك على الأراضي الأوكرانية مخلفة المزيد من القتلى والخسائر، وتفيد التقارير الواردة من هناك أن هذه المعارك تستعر على جبهة بخموت مع تقدم مجموعة فاغنر هناك، كما تحتدم المعارك في عدد من المناطق بمدينة دونيتسك. وأعلنت في هذا الخصوص القوات الروسية أنها تمكنت من إحباط محاولات للجيش الأوكراني شن هجوما مضادا على الوحدات التابعة لها هناك، فيما أوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الوحدات المحمولة جوا تمكنت من السيطرة على 3 أحياء في هذه المنطقة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة من خلال القضاء على حوالي 75 جنديا خلال الساعات الماضية. وتأتي هذه التطورات العسكرية مع إعلان كل من الولايات المتحدة وألمانيا تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن حزمة المساعدات الأمنية 36 منذ بدء الحرب ستشمل مزيدا من الذخيرة وطلقات المدفعية. من جهتها تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 111 مليون يورو لأوكرانيا، ستخصص وفق وزارة التنمية الألمانية بالدرجة الأولى لبناء مساكن للنازحين داخليا ولترميم دور الحضانة والمدارس والمستشفيات وتجهيزاتها. أظهرت بيانات أصدرتها الأمم المتحدة أن الهند تقترب من لقب أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث ستتجاوز الصين بنحو 3 ملايين نسمة في منتصف العام الجاري. قريبا ستكون 22، إلا أنها أجلته مرة أخرى إلى عام 2024، العام الحاسم للانتخابات في الهند. تأجيل لم يتم الالتجاء إليه خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، ولا حتى بسبب المجاعة الهندية الكبرى في سبعينات القرن 19. وقد فسرت المعارضة تأخير الإحصاء السكاني بحماية رئيس الوزراء المترشح لولاية ثالثة على التوالي من الضرر المحتمل من تقديم الإحصائيات الجديدة. وتلميحا دون الإشارة مباشرة إلى الهند، اعتبرت الأمم المتحدة أن استخدام التعداد السكاني بشكل عام لأغراض سياسية محددة سيخلق كثيرا من المشاكل والتحديات للحصول على نتائج مجدية. ونعود إلى شأن الوطني، سوق المنزل هو ذاكرة أهالي مدينة جابس. احتضن فعاليات مهرجان إحياء احتفالا بليالي شهر رمضان المعظم. ذاكرة أهالي مدينة جابس بكل تفاصيلها، وجهتهم المفضلة خلال شهر رمضان المعظم، لما تكون فضاء يعبق بالتاريخ والثقافة والفن، ويكون جاهزا لتنظيم مثل هذه السهرات إحياء لليالي شهر رمضان المعظم. واليوم بطبيعة الحال نحاول نحيوا الساحة من خلال إقامة التظاهرات الثقافية الجماهيرية الكبيرة. تشوفوا ما شاء الله الجماهير حاضرة بأعداد غفيرة وغفيرة جدا، وهذا بطبيعة في إطار ثقافة القرب وفي إطار إضفاء البهجة على المدينة العتيقة. شهر رمضان نتجه إلى الساحات التي تمثل تراث الجهة والتي تمثل في الواقع ذاكرة شعبية لسكان جابس. وهذا السوق وسوق المنزل له تاريخ عريق، سواء كان تاريخ تجاري أو تاريخ ثقافي، وكذلك كل التظاهرات الرمضانية تنظم في هذا المكان الخاص بهذه الجهة. في ليالي تظاهرة إحياء الثقافية في دورتها الجديدة، عروض من الموسيقى الصوفية والوترية أبدع نخبة من فناني مدينة جابس في تأليفها وعرضها لجمهور منتظر لمثل هذه المواعيد في سوق منزل وغيرها من المناطق التاريخية. أيوة، تراثنا ودنيتنا كلها في سوق هذا، وجابس شهرت بالفرق الصوفية خاصة العرض هذا الرجال جابس، عرض ما شاء الله تخدم برشا بلايص. الصحة هذه عندها قيمة كبيرة، تلم جابس الكل. هي دورة ثالثة جمعية إحياء، مش أول مرة يعني العرض هذايا. رمزية الحي هذايا، سوق المنزل، سوق جدادنا معناتها، وكل ليه رمزية وطابع متاع بطبيعة، وزيد أضفى عليه هذايا معناتها جمالية المكان العرض هذايا، معناتها اليوم فما تناسق بين المكان والعرض إن شاء الله. يوم الجابسي متعطش إنه من توا نخدموا على السياحة، نخدموا على السياحة الداخلية، نخدموا على استقطاب السياح بالنسبة لجابس.
سوق المنزل وسوق جارة وحوش غريف ومقام سيدي أبي الباب الأنصارية ومتحف العادات والتقاليد، أماكن عديدة في مدينة يابس تعبق بالتاريخ والأصالة، باتت في السنوات الأخيرة تنبض أيضا بالثقافة والفن. حين يتم اختيارها لاحتضان مثل هذه التظاهرات التي تكون مفتوحة ومجانية لأهالي المدينة. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها: أصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة وعدد من المتهمين، ووزارة الخارجية تؤكد أن القوانين سارية على الجميع مع توفير كافة الضمانات اللازمة. وصول أكثر من 5000 سائح إلى ميناء حلق الواد صباح اليوم في أولى الرحلات السياحية من بين 45 رحلة مبرمجة خلال هذا الموسم. الليلة رصد هلال عيد الفطر، والعائلات التونسية تواصل اقتناء ما يلزمها للاحتفال بهذه المناسبة رغم ارتفاع الأسعار. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وشهية طيبة للجميع.